مع استمرار انطفاءات الكهرباء في عدن، حتى صاحب البقالة رياض عبد الله لا يجد في ثلاجاته ماء بارد للشرب. وها هو يلجأ كبقية المواطنين إلى محل لبيع الثلج. ما في كهرباء، ماشي كهرباء تخلوها ساعتين أربع ساعات طافية لست ساعات، ماشي برودة زي الناس. حتى أنا رجال يحمي الثلاجات، تحمي أقل حاجة تو يطفى، ماشي ما يبرد كثير، ما يبرش كثير. هنا في سوق كريتر يزدحم المواطنون على محلات وبائعي الثلج المنتشرين في كل شارع بعدن، علهم يحظون بشربة ماء تخفف عنهم حرارة الصيف المرتفعة وإن كلفتهم الكثير من المال. في شهر رمضان السنة الأولى كان ضغط كثير علينا، كثير مكاننا نعطي المواطنين ويكون زحم على المواطنين. وزير الكهرباء، وزير المياه، وزير هذا، أينهم هذونا؟ إيش موقفهم؟ الشعب بيموت، بيقوم لكل المحافظات اللي هي لا زال فيها الحروبات وهذا، داخل عدن، عدن مزدحمة بالسكان، لا بيكفيهم الماء ولا التلج ولا حاجة، بيرتفع أسعار التلج والكهرباء ما فيش والرواتب ما فيش. بحاجة إلى كهرباء، إلى ماء، إلى أمن، إلى استقرار، إلى حرية، إلى نحن مسلوبين من كل الحقوق. في قيد الظهيرة يتخفف المواطنون من ملابسهم ويزداد غضبهم من السلطات التي لا تعير أدنى انتباه لمعاناتهم المستمرة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.